شنو أبيلاقلي التي تستضيف كل هذه الأحداث ومباريات نصف نهائي. فاز في 3 وخسر 6. الكرة ملعوبة مرة أخرى، مرة أخرى روما. يا الله، أي منظومة، أي عمل يا عميد، أي عميد. رمي التماس لمصلحة النصر، الكرة لدى علي لجامي، لجامي طويل للأمام، رونالدو النقاط، الكرة للنصر، العرضية الرأسية، تاليسكا تتخلص من روما. كل الاتحاد يدافع، كل الاتحاد يتواجد في مناطقه، كرة من بيتي، عرضية خطيرة، عاشة الموني مونتال، النجم الكبير بالتأكيد بيتي مارتينيز، والإضافة تخطى تدفع الثمن من أمام رونالدو، الكرة بتعود من زكريا، عادت إلى الخيبري، لعيب وصلت إلى الغنام، عرضية لكن حجازي أول بأول، حكرية يتدخل الصافرة إلى خطأ ولكن فيه الأدفانتج. يا الله، يا قروهي، ما أجمل اللحظات التي يظهر فيها حمد الله، أجمل لحظات السوبر. لكن شوف يا رونالدو يرتقي ويضرب، وقروهي يتصدى لها، قروهي لتعود إلى روما، اتحادية خطيرة، عرضية، حمد الله. يا كلما ظننت أنه توقف فرحا، انفجر المدرج فرحا. نعم، أي لقني جيدا، أنا حمد الله، أنا اللاعب السوبر، حمد الله الذي يلعب فيها القمة، فيها الكلاسيكو، حمد الله برا. يا روسي، إن لم تكن تعرفني فاسأل عني، يا روسي إن لم تكن، حمد الله سوبر، يا سوبر حمد الله، الله بيعدي، حمد الله بيمر، الكرة بتتخلص، بتعود من جهة، سيخرج البطاقة الصفراء الثانية في هذا الشوط، رونالدو يسقط، حجازي يتدخل، بطاقة صفراء على مين؟ على سامي ولا على والنصر؟ هل لديهم شيء في الوقت القاتل، في الوقت البدل الضائع؟ الكرة بتعود، هي تصدى لأخطر كرة. في جانب آخر، لكن العبود صاخب في هذا الشوط، صاخب في هذا الشوط، الكرة إلى هنريكي، لكن تاليسكا في هذا الشوط، جوستافو وصلت إلى بيتي، هذا من لديه الحل، من لديه الحل، لكن يتصدى لهذا الحل، يتصدى ثاني تسديدة لحمد الله في هذا الشوط، كرة بتصل طويلة إلى الأمام، عبد الله العمري والعرضية، النصر يبحث عن الكثير من الكرات، الكرة وصلت إلى سامي، سامي بمررها لكن لم تصل، زكا التي تظهر في هذا الشوط يقاتلون، وتقدم بهدفين دون رد، في انتظار الشوط الثاني، في انتظار الأفكار، في انتظار الأعمال، في انتظار تاليسكا، اللي يطالب بركلة جزاء، يقول لي يا داري ماكلي أرجوك احتسبها، فنحن في أمس الحاجة. حراسة المرمى شرحيلي وحجازي، شنقيطي وكذلك قال له قوم يا تاليسكا قوم، اللعب ماكلي يقول له قوم. هذه اللقطة مرة أخرى، وعبد الله العمري وكذلك كونان، بينما رونالدو بيحاول، رونالدو في كل وقت يدون في اللعبة الماضية، الكرة اللي عدت الخطأ على تاليسكا، رونالدو سجل لنا يا رونالدو. النصر يستحوذ وهذا أمر وارد، كرة عرضية خطيرة لو عدت، لكنها ما عدت، من حجازي ما عدت. شوف النصر يتقدم، هذا كما أسلفت الذكر أمر وارد، كونان والعرضيات، الكرة بتعود ويبحثون عن القدم اليسرى، يبحثون عن التسديدات، عن العرضيات، كرة تاليسكا بالراس، تخلصت، عادت غنام، وكرة وصلهم، وصلت ثلاث ركنية مقابل واحدة، وصلت إلى كونان، عرضيات كونان مثالية باتجاه إيتان، يعبود عدى، مر من الأول والثاني والثالث، يبحث عن روما راح، لكن روسي أقرب، حصف السرعة، شوف المهارة، شوف الأداء الكبير اللي بيقدمه عبد الرحمن ليسكا، بالتأكيد يعولون عليه كثير تاليسكا في حضوره، في ظهوره، لكن رونالدو في الجهة اليمنى، عرضية جميلة من رونالدو، لكن رونالدو في الجهة اليمنى، رونالدو المرور من أمام كورنادو، والعرضية البعيدة هي من الرفاق لتنتهي. يا عميد، روما بمرر باتجاه العبود، وصلها إلى روما مرة أخرى، عرضية بتتخلص، وصلت إلى زكريا بيسددها وساوي، خالدة في الأذهان، كونان والعرضية بحثا عن رونالدو.
مكروه يتصدى، وهو من تصدى في شوط المباراة الأول لأخي رونالدو. هنا رونالدو يرتقي، هنا رونالدو يرتقي من أمن أخرى بالتأكيد. عدن في النهائي من أمام الفيحة، كرة ملعوبة من كونان تتخلص رونالا كهرباء لمصلحة الاتحاد، وفاز الاتحاد في ذلك. من الصعب أن تشاهد ذلك. هنا اللقطات، هنا لهذه عشقنا كرة القدم، نحن من أجل هذه حبينا كرة القول. اليوم لنواف موشل، الظهور الأول لروسي، بينما تاليسكا اللي بيحاول اللي بيمرر، أغوستين روسي يشارك للمرة الأولى، بوشل اللي بدوره بيشتت يبعد لكن خاطئة باتجاه سليهم، صافتة إلى النصر. ألم تعلم بأن رونالدو يجيد التنفيذ؟ كريستيانو من أجل هذه الكرة ومن أجل هذه عليه أن يضع كل خبراته إلى المباراة من جديد. رونالدو لذلك يتقدم، يصوب وصل إلى شباك جروهي. رونالدو عدت العارضة سليمة على مرمى، لكن ماذا عن الكرات الثابتة؟ عرضية، برافو روما، ابعون الوقت من أجل العودة إلى المباراة. يا جوستافو تاليسكا، يا الله، هو ده من جوستافو، وهذه النهاية من تاليسكا، من لها غير تاليسكا. سعيدة يا روسي، سعيدة يا عالمي، هي كافية، الكرة بتعود نصروية، عرضية بتتخلص. أصبحوا يشجعون، يأملون في العودة بتعديل هذه الكرة يا تاليسكا، لما لا أن تكون من هذا. ويا ما سجل تاليسكا الآن التسديد، لكن هذا نواف موشل وصلت إلى خيبري، جوستافو نصروية، تسديد غريب. شوف مرة أخرى، شوف جوستافو، شوف غريب بعيد، وصلت إلى روما، شوف التحول، شوف النقلات، شوف زكريا هوساوي، شوف الاتحاد اللي من أول وصول. زكريا هوساوي عدى ومر، مباراة طيبة جدا لزكريا، اتجاه البيشي، لعب على لعب، هذه المواقف اللي يحبها، هذه المواقف اللي يحبها، عدى البيشي، عدى البيشي، لكن عرضي فيها السلاح، فيها السلاح، فيها الاتحاد، فيها النمور، فيها البيشي. يا الله، حسمها التسعيني في ملعب التماس، كرة بترسل على طول، محاولة تسديده، الله، إلا القائم كانت رايحة بهذه الكرة. جيرسن تسديد فعلا غير لصيقة بالنسبة لمادو، مقابل لا شيء، كرة بتوصل على طول إلى كشوين وانسلمو، بالإضافة إلى الآن هجوم.